نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم السبت 16 تشرين الثاني 2013. أي احتمالات باتت مفتوحة على الداخل اللبناني وقد بلغ السجال السياسي الحاد والمباشر بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والرئيس سعد الحريري ذروته، وبدت المواقف على طرفي نقيض من التدخل في سوريا إلى تشكيل الحكومة. وقد عزز الرئيس بري هذا المعطى بقوله إن المبادرات الداخلية لم تعد تجدي وبات العمل من الخارج وليس من الداخل، سائلا هل أخذنا استقلالنا باكرا؟ في موازاة ذلك توقع معركة كبيرة قد تشهدها منطقة القلمون السورية ومخاوف من تمددها إلى المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود، في وقت سجلت حركة نزوح واسعة في وقد ضاقت بها البلدات المجاورة للحدود ومعها قدرة البلاد على تحمل عبء ملف النازحين السوريين. هكذا وبكل اختصار يبدو المشهد اللبناني المأزوم، مراوحة طويلة الأمد، عواصف سياسية ومخاوف أمنية. ولمناقشة كل هذه الهواجس والمواقف والتطورات المحلية والإقليمية نستضيف اليوم الزميل نقولة نصيف الصحفي بجريدة الأخبار. أهلا وسهلا فيك، نهارك سعيد. وبدنا نبلش مثل العادة من الطرقات لنشوف حركة السير. سيزن نقولة اليوم السبت وحركة السير تبقى أريح من العادة بهذا الوقت، عم نشوف حركة طبيعية على أوتوستراد جوني بالاتجاهين، أما على الدورة فحركة أنشط باتجاه خروجا من بيروت يعني باتجاه نهر الموت، عم نشوفها على جسر الدورة، وحركة شوي خفيفة نسبيا يعني باتجاه بيروت، ثم جسر شارل الحلو حركة عادية، ساحة السين كمان حركة عادية، الحمراء كتير عادية، وأيضا طريق المطار، المزرعة في شوية ضغط، أما صيدا فحركة سير عادية. إذن بعد ما طلعنا على حركة السير بدنا نروح على الحركة السياسية، ويعني اللي تأزمت كتير هالجمعة طبعا، يعني سمعنا الخطابات والردود عليها والمواقف، ويعني إلى حد يعني الرئيس بري سلم أنه خلص ما بقى في أمل يمكن من الحلول في الداخل، والخارج ما بعرف إذا قادر يساعد. مراوحة طويلة. حضرتك يعني حكمت حكم مبرم لحكومة أبدا يعني تكتر خير الله طمنتنا، شو أبدا يعني هل قد شايفها مسكرة الأمور؟ لا، بلبنان ما في شيء بيضل مسكر باستمرار، بيضل في شيء مسكر لمدى منظور أو متاح لمدى منظور، أكيد ما في شيء مسكر، لأنه الحياة السياسية بلبنان كتير سريعة وإيقاع أسرع من أي إيقاع آخر في المنطقة وتطوراتها كمان أسرع. نعم. بالتأكيد هلأ كل المؤشرات الموجودة هلأ مسكرة بتوحي بهالشيء، بس بدي أعلق على جملة صغيرة على كلام الرئيس بري أنه هل حصلنا على استقلالنا باكرا؟ يعني برأيي أنا ببساطة أنه لا، ما حصلنا عليه باكرا، لكن أهدرناه باكرا. يعني مش هلأ عم نهدر استقلالنا، أخذناه يمكن بوقته لأنه كان له معركة. يعني ما مشين هيك يعني رئيس بري عم بيقول أنه ما كنا خارج ناخد الاستقلال، يعني لأنه ما قدرنا نعرف نحكم يعني حالنا. بظن أنا شوي بالتاريخ بخبر شوي أكتر أنه لا، أخذناه بوقته وأخذناه بظروفه، يعني بعد بخضم الحرب العالمية الثانية بوعود 41 حزيران 41 حتى 43، ومع أنه البعض اليوم يمكن بينظر بنظرة كاريكاتورية كتير أو بنظرة تهكمية لطريقة الحصول على الاستقلال، بس في ذلك الوقت لا، ندفع حقه ونعمل بجهد. أهدرناه باكرا؟ إيه، يعني أنا برأيي مش هلأ عم نهدر الاستقلال، أول مرة أهدرناه ومنذ ذلك الوقت نحن عم نهدره باستمرار هو من سنة 58. نعم. منذ أحداث 58 بدأنا نهدر الاستقلال مرحلة تلو مرحلة. بس كمان ليش؟ إذا بدك تفتش على الأسباب، يعني هي الأسباب اللي يعني الارتباط بالمحاور كمان، هذا بعتقد اللي عم بيقصده الرئيس بري، إقليمية ودولية وإلى آخره، هذا اللي خلت يعني الهدر الاستقلال. بالتأكيد إنه يعني ما يعني الاستقلال انه صرنا مستقلين عن اي احد اخر خارج حدودنا، يمكن بنتعاون مع كل الدول بس ما بنكون ما فيها الارتهان، لذلك بعتقد هذا اللي عم بيقصده الرئيس بري انه نحن فقدنا الاستقلال، بمعنى لم نعد نملك الاراده الداخليه او اراده القرار الداخلي في تسيير شؤوننا، مش فقط في التعاطي مع الخارج، حتى في ابسط التفاصيل اللي هي تسيير امورنا الداخليه، تسيير ملفاتنا الداخليه.
طبعا لذلك عم بقول انه من 58 ويمكن حتى امن من 55 على الارجح ببدايتها، من 55 بدانا نهدر الاستقلال تدريجا، كانت احدى ذرواته او احدى بدايته الجديه بال 58. فيما بعد هلا يعني ما في لزوم نحكي عن استقلال مهدور، لانه الاستقلال فعلا لم يعد موجود بكل معنى الكلمه. كان في فرصه، خلينا نقول باستعاده الاستقلال، كان في اكثر من فرصه والسيادي. أكثر من يعني فرصة. بعد 2005 من 2005 عند خروج الوصاية السورية، لا حتى أكثر من خمسة، يعني سنة 58 بعد الثورة كان عندنا فرصة كتير أساسية نبني الاستقلال وبنينا جزء منه. ولذلك كان الرئيس الشهابي يقول عن دولة الاستقلال باستمرار، ما كان يحكي عن الدولة أو عن الاستقلال بشكل منفصل، دولة الاستقلال. طبعا بعد 2005 كانت فرصة استثنائية، يعني حتى 76 يمكن ربما كان في مناخ، بس طبعا هذا المناخ ما اكتمل. ب 82 ايضا كان في كذبة بمناخ استقلالي، بال 2005 كان جدي. هذا اذا كنا اعتبرنا انه كانت كل المشكلة قائمة في السوري، يعني ظهر السوري وتبين انه المشكلة مش وحده العقبة، في جزء منه هو عقبة اساسية وهو مشكلة اساسية بحرماننا من الاستقلال، بس كمان اللبنانيين يعني لما ظهروا السوري دوروا او بحثوا عن مصادر اخرى للارتباط. فبعد 2005 يمكن قبل 2005 كان او من 90 لل 2005 كان الارتهان للسوري، بعد 2005 اليوم بطلنا نعرف الارتهان لمين، صرنا بنحكي بسوري وبايراني وبسعودي وبدول اخرى. برجع بقول انه قبل 2005 كمان مش بس السوري كان بمرحله من المراحل الارتهان، فتره الخمسينات لعبد الناصر، نهايه الخمسينات والستينات او اخر الستينات الارتهان للفلسطيني. السوري اجى سويت هيك تكمله او متابعه لذلك، فما ولا مره كان السوري فقط هو العقبه، هو اسوأ عقبه واجهناها، بس العقبه الناصريه لم تكن اقل خطرا. وطبعا العقبه او الارتهان للفلسطيني كان اسوأ بكثير، السوري كان هو الذروه لانه تعلم من التجربه الناصريه والتجربه الفلسطينيه. نحن اليوم الارتهان ما بقى مرتبط بمموضوع وجود مثلا قوه أسوأ. لذلك خارجيه نحن على ارض الوطن، يعني هي تمام. مرتبط ب يعني ارتباط بمشاريع صار وبسياسات. الارتباط مشاريع قديم بحياتنا، بس اليوم اعتبرنا بفتره من الفترات انه وجود الجيش السوري عم بيمنع اللبنانيين من انه يتقاربوا او يقدروا يملكوا قرارهم الداخلي لتسيير شؤون. ظهر الجيش السوري من لبنان، اجت هذه الفرصة الاستثنائية بال 2005، تبين فيما بعد انه لا، ما هيدا هو السبب الوحيد، في سبب اخر، هو صرنا مثل ما كنت عم تقولي دولي ارتهان لمشاريع وارتهان لسياسات ما إلى علاقة بلبنان، بل هي هذه السياسات اصبحت جزء من نزاعات اقليمية اكثر اتساعا. اليوم الخلاف او الانقسام الحاد غير المسبوق بحياتنا الوطنية هو هذا الانقسام القائم حول الموضوع السوري، وبلش حول الموضوع السوري قبل ما تولع الحرب بسوريا. يعني عندما خرجت سوريا من لبنان كان هذا الخلاف حول السوري في سوريا، كان في مشكلة أساسية، ناس بدون يردوه وناس بدون يعاقبوه، يعني في ناس اللي حلفوا لسوريا بدون يرجعوا يعززوا أو يحافظوا على النفوذ السوري في لبنان، لكن الناس الآخرين اللي هن ضد السوريين كانوا بدون ينتقموا من النظام ويعاقبوه، لا هوليك قادرين يلعبوا لعبتهم ولا الأطراف الآخرين. لذلك اندفع حقه في الداخل بالانقسام الذي وصلنا اليوم، أنه إذا بيبقى النظام أو ما بيبقى بعدنا بنزاع داخلي أسوأ بكثير وأعلى نبرة مما كان في السابق. وبالتالي صرنا نحن جزء إما من مشاريع السعودية بالمنطقة نفوذة، يعني بدنا نشجع وبدنا نكون مع السعودية كي تكون هي الدولة النافذة في المنطقة، أو بدنا نكون مع إيران كي تكون الدولة النافذة في إيران. ومظهرنا من الارتباط أو بتناقض الموقف من الموضوع السوري سواء في ظل حرب أو بدون حرب. لذلك بهذا المعنى الرئيس بري أكيد على حق في هذا الموضوع، بس أي مخرج مثل عم تقولي هل هي مسكرة؟ لا، بالوقت الحاضر أكيد مسكرة، وإذا عم نحكي من هلأ لرأس السنة أو لشهر أو شهرين من السنة الجديدة نحكى كتير أنه بركي قبل الاستقلال بيكون يصير في حكومة ملها، لا بالتأكيد، ولا حتى بعد الاستقلال ولا لآخر سنة بالتأكيد. يعني أنا سميته اشتباك عاشوراء، يعني الكلام الذي صدر وكأنه الناطرين بعضهم، كانوا ناطرين بعضهم، وعاده مش دائما بيردوا على بعض، يعني فورا يعني اذا رد الرئيس الحريري على السيد حسن نصر الله مش بالضروره ثاني يوم بيرد السيد حسن نصر الله على الرد. لا، لاحظنا انه الطرفين حادين جدا، وكان كل طرف يعني كان سواء السيد حسن نصر الله او الرئيس الحريري ناطرين بعضهم كي يدخلوا في اشتباك، ولو في مجال
أن يتكلموا بعد ما حصل في عاشوراء، بعتقد كانوا كمان علوا الوتيرة أكثر. لا واضح واضح هذا الاشتباك أكيد، واضح هذا الاشتباك طوى الملفات الداخلية كلها برمتها، أعلان بعبدة والحكومة والحوار الوطني وكل هذه الملفات، وأخذ الطرفين ليقولوا نحن هلأ عم نخوض معركة إقليمية مع بعضنا، جزء من هذه المعركة الإقليمية هي على أرض لبنان. لكن طبعا ما عم بيقودوا البلد إلى حرب الطرفين، وهيدي فضيلة يمكن أنه عم بيتخانقوا وعم بيعطلوا البلد، بس ما عم بياخدوا البلد على حرب. نعم. طبعا ممكن ياخدوه على حرب اثنيناتهم سوا إذا استمروا في هذا التصعيد، لكن لهلا يمكن بسبب إرادة دولية أو بسبب نصائح دولية مش عم بياخدوا مع البلد، يعني لا يذهب إلى انفجار داخلي بسبب ما يجري يعني في الداخل. في حرب باردة أو فاترة، خلينا نقول لا هي حرب باردة بهذا المعنى جداً، يعني لأنه بهذا المعنى. في يعني معارك، في أحداث أمنية عم بتصير. لا هذه أحداث أمنية لا يمكن لا يمكن يعني تجاوزها أو لا يمكن منعها أو الحقول دونها. البلد مش رايح، من واضح أنه البلد رايح لانفجار، لكن بالتأكيد البلد منه ذاهب في أي بأي طريقة إلى تسوية صغيرة، إلى تسوية مؤقتة، إلى حل لأبسط التفاصيل. مش عم نحكي بحل مشاكلنا المزمنة، يعني عم نحكي بتأليف حكومة، تأليف حكومة حتى ما بعرف أنا، يعني ما بحسد للرئيس سلام اليوم على هالوضع اللي هو فيه بعد كلام طرفين. هو بيعرف أنه هالطرفين هن اللي بيألفوا الحكومة، مش يعني هن بيساعدوا على تأليف أو بدون بلا ما تم يتفهموا، يعني لا السعودية واحدة فيها تألف حكومة ولا إيران واحدة فيها تألف حكومة، بس إيران والسعودية كل واحدة منهم قادرة تمنع تأليف حكومة. لذلك السعودية وإيران عم نقول هالبلدين، في يمكن في غيرهم بس عم نحكي عن هالبلدين لأنه هن قطب الجذب بالنزاع الداخلي اليوم من خلال السيد حسن نصر الله والرئيس سعد الحريري. اثنيناتهم بيملكوا حق الفيتو بمنع تأليف الحكومة، بس ولا أحد منهما بيقدر يفرض يعني على الآخر. يعني مثلا رئيس بري قال السعودية على غير عادتها ورجع، يعني ما كان حابب يعلق كتير، ولكن قال يجب أن يكون هناك حوار بين السعودية وإيران، وهذا هو وهذا هذه المصلحة لمصلحة العرب والمسلمين. يعني بالاخر بس احنا ما فينا نفرض يعني إيه؟ هذا الحوار ما فينا يعني نأثر فيه. إيه؟ إيه؟ والسعوديه وحده نعم. ما فيها كمان وحده تساعد اذا ما كمان كان في ما اقول دور لايران في تسهيل ولاده الحكومه. لا طبعا بالتاكيد الموضوع كثير واضح، انه واضح العباره حتى اللي قالها الرئيس بري ان السعوديه غير عادتها، انه يمكن هي اكثر ايجابيه من الان بتكون. بس كان استعمل تعبير ملطف اكثر، مش معناتها يقول الكلام نفسه اللي قاله السيد حسن نصر الله عندما اتهمه بالعرقلي، كان بشكل ألطف بشكل دبلوماسي أكثر. مثل ما كنت عم بقول أنه بالتأكيد لا السعودية ولا إيران كل واحدة منهم قادرة تألف حكومة بلبنان، لكن كل واحدة مثل ما عم بقول بتملك حق الفيتو في هذا الأمر. لذلك كي تتألف حكومة، كي نمنع تأليف حكومة، الوضع القائم معروف، اثنيناتهم حاطين الفيتو على التأليف، أو كل واحد يريد الحكومة على صورته أو على صورة الفريق الذي يتحالف معه في لبنان. هلأ كيف بدون يتفقوا على تأليف حكومة؟ هذا الأمر بعتقد أنه بده حوار، مش بالضرورة يقعدوا على الطاولة، ربما بجهد لبناني معين. بعتقد أنه رئيس الجمهورية حاول يعمل هذا الأمر عندما ذهب سنة الماضية، وما كانت الحكومة مستقيلة على كل حال، عندما ذهب قبل فترة، قبل أشهر بآب، عندما ذهب إلى إيران لتهنئة الرئيس الإيراني روحاني، وكان مبرمج كمان أن توافق السعودية أو على تحديد موعد كي يزورها من أجل برمجة هذا الموضوع. وطبعا كنا في خضم الأزمة الحكومية، السعودية ملبته عندها ظروفها ربما، وما فسرت ليش بأكثر من موعد تأخر، يعني منذ عيد الفطر. ولكن هذا الموعد عدا وحصل، وحصل يعني هذا حصل بتوقيت خطأ. والسعودية يعني بحسب كمان ما وصل من تقارير أنه، وحضرتك نقلت كمان اليوم جزء منها، أنه يعني تحاشت الدخول في موضوع الحكومة أو التطرق إلى موضوع الحكومة مع الرئيس سليمان. يعني ليه ما كان يعني، وطالما عم تحمل هي المسؤولية وتحمل يعني هي المسؤولية في عرقلة الحكومة؟ لا طبعا هي تحمل جزء من المسؤولية، إذا كنا متفقين أنه رئيس الحريري عندما يشترط أو يضع شروط معينة لتأليف الحكومة، ومنشوف أنه في موقف سعودي مرتبط بهذا الأمر، يعني لبنان منه ساحة صراع سعودي إيراني، لكن لبنان ساحة ضغط السعودي إيراني متبادل. لذلك منه واقع في كرة، ما في كرة نار في
في لبنان بسبب الصراع السعودي الإيراني، لكن هو إحدى وسائل الضغط. توقيت الزيارة يمكن كان مقبول قبل لو حصل في آب أو في أيلول، أفضل منه الآن طالما عم نذهب إلى مناخ سعودي إيراني أكثر تشددا، وما عم بيتبلبر وتماما المصالحة مش تذليل الخلافات الأمريكية السعودية، بعتقد عم نذهب إلى توقيت أكثر خطأ أو أكثر غير عدم ملائمته لتوقع أي تنازل سعودي بالنسبة للوضع الحكومي. يعني السعودية ما رح تقول إن أنا عم بعرقل الحكومة، حلفائها بيقولوا، وإيران ما بتقول هي عم بتعرقل الحكومة، يعني حلفائها بيقولوا. يعني وجود رئيس عبد الحريري في الاجتماع هو كان خلينا نقول أحسن أفضل تعبير عن الموقف السعودي، إنه طبعًا. ما يقوله الرئيس الحريري هو الذي نعتمده يعني. تماماً. ورفض الرئيس الحريري لشروط 8 أدار هو رفض أيضاً السعودية لهذه الشروط. تماماً، يعني عطيه أكثر من إشارة. أولاً الرئيس سليمان وها معروف إنه فوجئ بوجود الرئيس الحريري في القاعة، عندما دخل إلى القاعة كان الرئيس الحريري مع الأمراء ومع الملك. وعندما وضع كرسي الرئيس الحريري إلى يمين رئيس الجمهورية في عداد الوفد اللبناني، كأنه عم بتقول له هيدا هو الوفد اللبناني، إنه هو جزء من الوفد اللبناني. لا. طبعاً مش عم بتقول له إنه الرئيس الحريري هو رئيس الحكومة المقبلة، لكن عم بتقول له هيدا ولدنا. يعني هو بعده يحظى بحمايتنا وضمانتنا، وبعده بيحظى برعايتنا الكاملة لهذا الموضوع. ما عرفنا شو صار بين الرئيسين، بين الرئيس الحريري والرئيس سليمان فيما بعد بخلوتهم، لكن وجود الرئيس الحريري بالذات عطى أول إشارة أنه مثل ما عم بتقولي أنه الرئيس الحريري ربما يعبر ضمنا عن وجهة نظرنا، بس في الواقع أنه هو الرئيس الحريري عم بيعبر سلفا، يعني يتحدث بعد أن يصدر دائما موقف سعودي متشدد في لبنان. مش كتير عم بيعطي تصريحات الرئيس الحريري، منشوف أنه بآخر فترة ارتفعت وتيرة تصريحاته بعد الحملة اللي قادتها السعودية ضد تدخل حزب الله في سوريا، فأصبح يقترن أي موقف للرئيس الحريري بموقف سعودي أو يلي أي موقف سعودي، في حين أنه بيقدر يقول هذا الكلام من دون أن يقترن بأي موقف. ومنتذكر كان رئيس حكومي بحكومة مستقيلة وقت استقالت حكومته، منتذكر قبل ما يألف الرئيس مئاتي انتقد حزب الله على تدخله في البحرين بعد موقف متشدد سعودي وخليجي من تدخل أو ما قيل أنه تدخل حزب الله في البحرين. إذن دائما هو عم بيأتي صورة، عم بيجي إذا بدك صورة مكرو للموقف السعودي في الداخل اللبناني. في واقع الأمر عم بيكون هو كمان من الجهة الأخرى السعودية الناطق باسم الموقف السعودي في لبنان، ولا مرة السعودية دعت أو أطلت على أن هي سبب مشاكل في لبنان. دائما صورتها لدى اللبنانيين على أنه هي دولة تساعد اللبنانيين على إيجاد حلول وعلى نجدتهم بالأوضاع الاقتصادية بين حين وآخر، بس ولا مرة أطلت على أن هي صاحبة دور في تعطيل أو في تسبب بأزمة. هالمرة ما بدأت تطل بهذا الموقف. طب بس ماذا عن مثلا الدور الأمريكي بهذا الموضوع؟ لأنه اليوم قريت مقال في صحيفة السفير بينقل يعني عن مصادر، هلا ما عم تفتح معي الانترنت نشوف ترجع للمقال بالتحديد، ولكن أجواء يعني هذا المعلومات بتقول انه مش مزبوط انه الرياض او السعودية هي التي لا تريد تشكيل الحكومة. الولايات المتحدة ايضا اليوم ترى انه من المصلحة في مكان عدم قيام حكومة، لأنه الولايات المتحدة تريد في هذا الظرف رئيس حكومي قوي وإلى آخره، يعني عاطية مواصفات له، ما بعرف إذا بتنطبق على حدا هون من اللبنانيين، يعني لأنه بتقول كل الرؤساء الحكومات اللي تعاقبوا حتى اليوم لا يحملون هذه الصفات. ليس أنه كمان رئيس تمام سلام لا يحمل هذه الصفات، ولكن المرحلة بدها شخص يعني مستقل وقوي وإلى آخره، وبالتالي تفضل بقاء حكومة تصريف الأعمال إلى حين الاستحقاق الرئاسي، وأن تأتي حكومة بعد حصول هذا الاستحقاق بعد الانتخابات الرئاسية قوية كما تراها يعني لهذه المرحلة. ممكن يعني بتلاقيه منطقي أو ممكن تكون يعني الولايات المتحدة بهذا الوارد يعني وتدفع بهذا الاتجاه؟ يعني ما بعرف، بس بالتأكيد يعني حتى أنه قال كاري من السعودية أنه هيك، وكأنه أعطى إشارة أنه نحن مش كتير يعني مستعجلين تأليف حكومة اليوم. يعني لا، الكلام اللي قاله كاري بالسعودية يجب أنه هو يدعم عدم سيطرة حزب الله على الحياة السياسية في لبنان.
لا، كان في كلام آخر أمريكي قبل فترة، وبعتقد المسؤولين الرسميين الكبار تبلغوه، وهو أنه الأمريكيين بيشجعوا على تأليف حكومة وحتى أزالوا العائق من طريق أعطاء حزب الله الثلث المعطل في الحكومة. يعني بعض المعلومات اللي بيعرفوها الرسميين أنه الأمريكيين يستعجلون تأليف حكومة قبل الوصول إلى الفراغ، لأنه بالتأكيد الأمريكي على الأقل علناً لا يشجع حصول فراغ رئاسي. بس حتى لأنه فتحت الصفحة ومصدر دبلوماسي مواكب يعني لكل ما يجري نقلت عنه السفير هذه المعطيات التي لا يعني أنا مش عم بعطي معلومات معاكسة أو عم برد على صحيفي زميلي. لا بالتأكيد، بس أنا عم بقول لك رأيك أنه قبل فترة كان في كلام وصل للمسؤولين الرسميين على كل المستويات أنه الحكومة الأمريكية تستعجل تأليف حكومي، وطبعا هي تدعم الرئيس سلام وتريد لم تعد تشترط عدم توزير حزب الله، لا بل أنه يجب أن يشارك حزب الله في الحكومة حتى ولو أعطي الثلث المعطل لأنه هذا الأمر أنه وجود حكومة أفضل من عدم وجود حكومة من الفراغ، سبب أول. وسبب آخر، وجود حكومة فيها حزب الله يملك الثلث المعطل أفضل بكثير من حكومة يملك فيها حزب الله اللي هي حكومة الرئيس مئاتي ما يقترب من الثلثين، يعني ثلثين إلى حد ما، لأنه الأكترية 8 أدار تملك 19 على 30 من حكومة الرئيس مئاتي، إذن بتملك يعني بتحتاج إلى صوت كي تملك الثلثين. فبالتالي حكومة جديدة حتى ولو حزب الله معه الثلث المعطل أفضل بالنسبة للأمريكيين، لكن الأمريكيين ولا مرة أعلنوا في أي وقت وفي أي استحقاق رئاسي أنه هني بيتوقعوا الفراغ أو بيشجعوا حصول فراغ في الرئاسة. لا بالعكس، هني دايما بفضل يكون التحاور ليس مع حكومة بل مع رئيس الجمهورية. ومنشوف دايما المجتمع الغربي باستمرار، الفرنسيين والأمريكيين كل المجتمع الغربي دائما يحبذ التخاطب مع رئيس الجمهورية، وأحيانا يخصص المقابلات لرئيس الجمهورية أكثر من رئيس الحكومة بسبب معرفتهم أو إلمامهم بالانقسام الداخل في لبنان. اليوم ما عاد فينا نحكي بقى برئيس حكومي قوي، ما في عنا رئيس حكومي قوي وما في عنا حكومة قوية، لأن الحكومة القوية هي اللي بنقدر نعطيها مواصفات حكومة وحدة وطنية. حكومة وحدة وطنية بتحمل في نفسها بذور الانقسام والشلل، فبالتالي نحن مش بمرحلة، ويمكن فيما مضى كنا نحكي عن رئيس قوي للحكومة، لما كنا نحكي عن رشيد كرامي كنا نحكي عن رئيس قوي للحكومة، لما نحكي عن صائب سليم كنا نحكي عن رئيس قوي للحكومة. وبعتقد أنه هالرجلين فقط في مراحلنا الماضية أعطوا صورة رئيس الحكومة القوي. يعني أنا بس بدي أرجع للمواصفات يعني اللي حطتها المصادر الدبلوماسية عن يعني اللي عن الأمريكان، أنه شخصية متميزة وقوية تواكب انطلاقة عهد جديد في لبنان، تستطيع أن تنهض بالدولة مؤسساتها بعيدا عن اصطفافات قوى 8 و 14 أدار، وتكون في الوقت ذاته موضع ثقة واحترام كبيرين لدى أوساط العربية والإقليمية والدولية. يعني بس ما بدنا نجيبه ما شو سألتك أنا تكبر من لقي حدا يعني بس ما بدنا نجيبه يعني تماما مثل ما بيعطوا مواصفات رئيس جمهورية لا صلة له لا بثمانية ولا بأربعتاش وسوبر توافقي مش توافقي فقط، ورئيس جمهورية منزه عن الخلافات، يعني كل هالمواصفات اللي هي إلى بعد أخلاقي أكثر ما إلى بعد سياسي. ونحن بس نعمل انتخابات، يعني مش عم نجيب صهر للجمهورية، عم نجيب رئيس للجمهورية. فبالتالي أيضا أو عندما يعطونا مواصفات الرئيس القوي في هذا الأمر، طيب فيما مضى مثل ما عم بقول كنا قادرين نجيب رئيس قوي كمان. يجب تفسير هذا يعني هذه الصفة، لازم شرحها أكثر. إن كان رئيس جمهورية قوي أو رئيس حكومي قوي، ربما قبل الحرب فيما مضى كان في الإمكان الوصول لهذا الأمر، وكنا نقشع رؤساء أقوياء ورؤساء حكومات أقوياء أيضا وسمينا. اليوم لا، اليوم البلد مش محكوم بصلاحيات. لما منقول رئيس حكومة قوي ورئيس جمهورية قوي يعني نعني بذلك أنه هو يستطيع أن يمارس صلاحياته على الإطلاق بشكل مطلق، وبالتالي يطبق الدستور كما يجب أن يطبق. طبعا هذا الأمر مش موجود اليوم. لا رئيس الجمهورية يملك صلاحية، يملك صلاحيات مدونة لا يستطيع أن يمارسها، ولا رئيس الحكومة الذي يملك صلاحيات مدونة لا يستطيع أن يطبقها. اليوم البلد عم بينحكم منذ 2005 حتى اليوم، وهلأ بعد الدوحة أكثر بكثير، لبل أصبحت جزء من الأعراف غير المدونة، يعني أعراف مناقضة للدستور. طبعا هي غير مدونة لكن مناقضة للدستور. البلد محكوم اليوم بموازين قوى وليس بصلاحيات. يعني إذا الرئيس بده يمارس صلاحيته
أو الرئيس الحكومي بده يمارس صلاحيته، أول شغلة بيعمله أنه بيألف حكومة فورا. هو عم بيقشعوا الرئيسين على سواء، عم بعطي هذا مثل بسيط. بس هذا موضوع مبلشين فيه من 2005 ببطء لل 2008. 2008 بعد الدوحة أصبح جزء من الأداء الرسمي ومن تعاطي الأفريقاء كلهم مع بعضهم، مش مع الرؤساء، مع بعضهم. يعني اليوم موازين القوى على الأرض حلت محل الصلاحيات الدستورية. المنطق بيقول أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بيقعدوا بألفوا حكومة وبزتوها بتروح على مجلس نواب، نالت ثقة أو لم تنال. لا، لو ما عم الصلاحيات هيك بتعطيهم هذا الحق، في حين أنه موازين القوى على الأرض ما بتقولون هيك. إذا الرئيس سلام ألف حكومة وظهر منا الوزراء الشيعة تولد ميتة، وقلنا هالحديث في حديث للأخبار مطلع الأسبوع، وهيدي خشيته أنه أنا بألف حكومة بمارس صلاحياتي ورئيس الجمهورية بمارس صلاحياته بألف حكومة، إذا انسحبوا منا مش كل الوزراء المسيحيين، إذا انسحب جزء منهم منضلنا نقول بعد في وزراء مسيحيين، بس إذا انسحبوا منا الوزراء الشيعة تولد ميتة. بنرجع لمشكلة اللي كنا فيها مع رئيس فؤاد السنيورة بال 2005 يعني وقتها، أو إذا انسحب الوزراء الدروز والتقط الرئيس سلام الإشارة اللي أطلقها وليد جنبلاط عندما قال إنه إذا تألفت حكومة ثلاثة ثمانات هو بيسحب وزراء. طيب حكومة ما فيها وزراء دروز أو ما فيها وزراء شيعة، أو ربما أتى من يضغط على الوزراء السنة كي ينسحبوا، وإذا أو حتى إذا كانت حكومة محايدة، يعني إنه ما أي حكومة ارتباطات، يعني أي حكومة عندك من جهة أخرى كما كمان حذر حزب الله إنه ما رح يلاقوا وزارات يستلموها. قبل، يعني قبل ما نوصل قبل ما نوصل لتسليم الحقائب، عم نحكي إنه صدرت المراسيم بحكومة بشوف الرئيسين إنه صلاحياتهم بتسمح لهم تألفها وأخلاقهم السياسية بتسمح لهم يعطوا هذه المواصفات. عم نقول حكومة إيديال، يعني يعني أحسن ناس اللي هني مش موجودين بالبلد، أهم ناس وأنزه ناس حطيناها بهالحكومة. طبيعة موازين القوى على الأرض بعدم موافقة 8 وطربوشة حزب الله و14 وطربوشة تيار المستقبل على هذه الحكومة، هذه الحكومة تولد ميتة. ما حكينا بعد ما وصلنا لمرحلة تسلم الحقائب أو تسلم الوزراء من بعضهم البعض، ولو وصلنا لمرحلة مجلس نواب، فتسقط الحكومة فورا بولادتها. يعني ما عاد يقدر يكفي الرئيس سلام أو أي رئيس حكومة آخر، ما عاد يقدر يكفي بأي خطوات لأنه حكومته ولدت ميتة. هذا الأمر سيحمله على التنحي، على التقدم باستقالته. يعني حكومة الرئيس ميشيل عون بنتذكرها بال 88 بدون علم الوزراء المسلمين الثلاثة الضباط الثلاثة انسحبوا، مش عارفين قريوا على التلفزيون انه انسحبوا. سقطت حكومة الرئيس ميشيل عون انذاك، الحكومة الانتقالية واعتبرت حكومة مسيحية. هيدي هو اللي بمرحلة ما قبل الطائف. حتى كمان حكومة نور الدين رفاعي التي فرض الرئيس الفرنجي الحكومة العسكرية بال 75 ما هدت ثلاث أيام استقال رئيسها لأنه صار في حملة كبيرة ولم تفكك من الداخل، كلهم ضباط ضلوا متماسكين. بس موازين القوى ما ساعدتها على البقاء. يعني بظروف الحرب أو التوترات، وخصوصا إذا كانت توترات مذهبية وطائفية، لا يمكن الاحتكام إلى الصلاحيات. ضروري نحتكم إلى الصلاحيات، ومن الواجب لأنه تحمينا. بس مش واحدة، مش كافية واحدة حتى الصلاحيات لا تسبب مشكلة بالبلد، تستطيع أن تعمل تسبب مشكلة بالبلد. الاحتكام هو مراعاة موازين القوى على الأرض. لذلك الرئيس سليمان من وقت إلى آخر بيقول أنا لن أؤلف حكومة أمر واقع، بس أنا ما بدي أوصل لنهاية ولايتي إلا وعندي حكومة لسلمها على الأقل إذا تعذر انتخاب رئيس تستلم. بس ما بعرف كيف بده يقدر يعملها الرئيس سليمان، لأنه في ظل توقع ولاية يعني الحكومة ميتة. الأمر نفسه بالنسبة للرئيس سليمان مش ممكن يحصل اليوم، مش ممكن يحصل ساعتها تماما. يعني الشروط القائمة اليوم هي نفسها ستكون قائمة بعد 3 أشهر إذا لم نكن نذهب إلى ما هو أسوأ من ذلك. يمكن نروح بتوتر داخلي وبنزاعات إقليمية ساخنة أكثر مما هي الآن. بس إذا نحن شهر الجاي استحققنا الرئاسة، واليوم شعر الرئيس سليمان أنه اليوم بده يعمل حكومة، ما رح يقدر يعملها، حتطلع حكومة ميتة، حنصير عنا في حكومة ميتة وحكومة نص ميتة، يعني اللي هي حكومة تصريف الأعمال، مع أنه الواقع هي حكومة مكتملة المواصفات، يعني منا حكومة تصريف أعمال، يعني حكومة تمتلك الشرعية الدستورية الكاملة. لذلك عم نقول أنه المشكلة هل أدي صعبة، بس الاتكال على الصلاحيات للتأليف، يعني كل واحد عم بيناشد الرئيس سليمان استعمل صلاحيتك أو عم بيطلب من الرئيس
سلام أنه يستعمل صلاحيته، هن بيعرفوا أنه الرئيس سلام والرئيس سليمان بقرارة نفسهم ما بيقدروا يألفوا حكومة تولد ميتة وتاخد البلد لمشكلة أكثر تعقيدا، وإلا كانوا عملوا هذا الأمر قبل 8 أشهر من أول أسبوع، جربوا شعروا أنه الإشارات اللي إجتهم من 8 و14 غير مشجعة، لأنه هي مش إشارات داخلية، إشارات أيضا خارجية. فلذلك الرئيس سلام بيقول رح ينفض صبره، بس هو مش قادر يترك، لأنه إذا ترك اعتذر أي رئيس آخر سيقع في المشكلة نفسها، وبالتالي نوقع بمشكلة أي رئيس مكلف جديد، وفي الوقت نفسه مش غير قادر على التأليف، يعني غير قادر على التأليف، مشان هيك لا يعتذر، يعني أنه ما بده، يعني عنده سببين الرئيس السلام. خليني أرجع لهالنقطة بس، لأنه بدي أتوقف مع فاصل إعلاني ونرجع نتابع شو أسباب اللي بتخلي الرئيس سلام يعني لا يعتذر، هو يضعها في خانة يعني ثقة الشعب فيه، يعني أو مطالب، أو أنه يشعر يعني أنه الناس حبته يعني يجرب يستمر في هذا التكليف. بدي أشوف رأيك بعد الفاصل الإعلاني. ونتابع نهاركم سعيد مع سيزن أولى نصيف. نرجع للأسباب التي تحول دون أن يخدم الرئيس المكلف تمام سلام يعني على الاعتذار عن هذا الاستمرار في هذه المهمة الشاقة المستحيلة. أي مهمة مستحيلة حقيقي. في جانبين في هذا الأمر، إذا بدنا نحكي عن موقف الرئيس سلام وموضوع الاعتذار أو عدم الاعتذار، في شيء ممكن، في شيء يعتبر موقف الرئيس سلام أو الموقف الرسمي والمعلن لرئيس سلام في هذا الأمر، وهو أنه اعتذاره لا يحل المشكلة، يعني أي بل يتسبب بمأزق آخر حول أي رئيس آخر مكلف. هو يعتبر أنه لا يزال يملك تأييد 124 نائب، لكن مش هو اللي عم يفشل في تأليف الحكومة، الأطراف اللي هني مسكين إدارة لعبة التأليف هم اللي يعرقلوا. لذلك دايما عم بقول أنه مش المسألة ليست مسألة صلاحيات الرئيس المكلف، بل هي موازين القوى على الأرض. فبالتالي اعتذار الرئيس المكلف عم بيعتبر أنه لا يحل المشكلة، لأنه أي رئيس آخر مكلف في ظل موازين القوى نفسه وفي ظل المواقف المتشددة ستؤدي إلى مشكلة حنفوت بثمانية أشهر أو تسعة أشهر جديدة. هيدي نقطة أولى. النقطة الثانية بالنسبة لموقف الرئيس المكلف، أنه بيعتبر ثقة الناس بعد عم بتقوله ابقى وكفي، علما أنه ما حدا من الأطراف عم بيدعيه للاعتذار، كلهم عم بيدعوه لتأليف الحكومة. يعني إذا بنعمل مسح لمواقف سواء بثمانية أو بأربعتاش، هلأ كل طرف له مآخذ عليه وكل طرف بيحرضه على منحة معين للرئيس المكلف، هو بيتسلح بمواقفه بمعاييره للتأليف. بس ما حدا قال انه ما حدا، ما في طرف، اي طرف على الاطلاق قال الرئيس المكلف اعتذر. كلهم عم بيقولوا استعجل وألف، ما ترد على حدا. بثمانية بيقولوا له ما ترد على 14، و14 بيقولوا له ما ترد على 8، وهو في الواقع عم بيحاول انه ما يرد على 2 سوا. شروط وشروط المضاده، هي شروط المضاده. لذلك هو بيعتبر انه ما في حمله او ما في سبب يحمله على الاعتذار، لانه اللي كلفوه لم يسحبوا الثقه منه. يعني اذا بيطلع عدد من الكتل النيابيه، الكتل الوازن، يعني تيار المستقبل مثلا يمثل 35 نائب، او حزب الله، او الرئيس بري، او اي كتل، او العماد عوني، بيقولوا له نحن بنسحب ثقتنا منك، وقدرت هذه الاصوات جمعت ما يوازي نصف زائد واحد بدون ما يكون جلسه عامه على الاقل في مواقف معلنه. هذا الامر بيعني انه سحبوا الثقه منه الذين كلفوه، لانه مش الرئيس كلفه، الرئيس بلغوا التكليف، الذين كلفوه نزعوا هذه الثقه. حتى الان ما في طرف قالوا للرئيس المكلف روح اعتذر، بل كلهم عم بيقولوا له روح الف. نعم. بتضيف عامل اخر هو اللي يتحدث عنه باستمرار الرئيس سلام، وهو انه بعد الاراده الشعبيه او بعد التأييد الشعبي يلتف حوله، حول تعويل على تجربته هو في رئاسه الحكومه. اذا ما في اسباب بتخليه هلأ اليوم يعتذر، لا أسباب شخصية ولا أسباب إلى علاقة بالتكليف، يعني أسباب إلى علاقة بالآلية الدستورية للتكليف، ولا أيضا بالآلية السياسية، لأنه القوى السياسية لا تطالب بالاعتذار، تطالب بالتأليف. في المقابل في وجه آخر لهذا الأمر، وهو الاعتقاد هيك المضمر إذا بدك اللي بيلتقوا كل الناس عليه، أنه الرئيس سلام كلف بإرادة أو بعبارة ألطف بدعم وبتشجيع سعودي، وبالتالي التأليف يتم بتشجيع سعودي والاعتذار يتم بتشجيع سعودي. يعني الرئيس المكلف السعودية هي
هي دفعت نحو تكليفه ودعمه وباركت التكليف وباركت هذا الأمر، وبالتالي هي التي يجب إما أن تدعوه وتبارك اعتذاره، وإما يجب أن تدعوه وتبارك مساعدته على تأليف الحكومة. لا موقف سعودي في هذا الأمر، لا السعوديين عم بيقولوا له ألف ولس، أو ما خليني كمان تعبير أداء ألطف شوي مش أداء، كمان السعودية لا عم بيقولوا له روح ألف ولا عم بيقولوا له روح اعتذر، وبالتالي لا التأليف واقع ولا الاعتذار واقع. لذلك عم نقول مفتاح التأليف والاعتذار منه موجود في الداخل، كان بالداخل موجود فقط مفتاح التكليف لأنه قدروا ترجموا 124 نايب أعطوا، بس اليوم الرئيس المكلف ما بيقدر يألف حكومة إذا ما عارف موافقة السعودية عليها من خلال تيار المستقبل، وما بيقدر يألف حكومة إذا كان حزب الله سيقف ضده أو سيسحب وزراء الشيعة أو وليد جنبلاط. يمكن وليد جنبلاط عامل أقل تأثير من هؤلاء، نعم، من الطرفين 8 و14، لأنه يمكن وليد جنبلاط عم بيدور بفلك نفسه. يعني وليد جنبلاط ليس ناطقا باسم إيران ولا ناطقا باسم السعودية، لا السعودية استقبلوا كما يجب ولا إيران عم بيغزلها أو عم بيرحب فيها، فقط عم بيراعي سلاح حزب الله في الداخل. فبالتالي وليد جنبلاط يمكن مثل رئيس الجمهورية هو جزء من محور داخلي يدور حول نفسه فقط وليس أكثر، لكن حزب الله وتيار المستقبل يدوران في فلكين خارجيين، الفلك السعودي والفلك الإيراني. هذان الفلكان هن بيساعدوا إما في اتجاه دفع التأليف أو في اتجاه دفع الاعتذار. هذا الأمر بعتقد وسيلة ضغط إضافية، يعني لما السعودية ما عم بتقوله للرئيس سلام أو لا تشجعه على الاعتذار، عم تترك المبادرة في يد هذا الطرف اللي هو جزء منه الرئيس سلام، اللي هنا 14 أدار أو تيار المستقبل. هو منه عضو بتيار المستقبل، هو حليف لتيار المستقبل، لكن بانتخابه كان جزء من إدارة تيار المستقبل انتخابات بيروت. عم بتضل بوجوده رئيس مكلف، عم بتضل اللعبة في يده، ما عم تظهر من إيد تيار المستقبل التكليف بوقت اللي فيه الرئيس مئاتي هو رئيس حكومة. في خشية أنه ربما إذا اعتذر رئيس سلام يكلفوا أي شخصية سنية أخرى كالرئيس عمر كرامي أو ربما عبد الرحيم مراد، أو ربما يروحوا بمغامرة حكومة بتشبه حكومة الرئيس مئاتي، يعني حكومة الثمانية أدار. ما بعرف إذا نحن قريبين منها، لأن حكومة من هذا النوع تتسبب ربما في مشكلة ضخمة في البلد. أفضل مجال لمحافظة على ستاتيكو القائم، ولن يمكن، ما بعرف إذا كان كمان حتى رئيس الجمهورية وقع على هكذا حكومة، لا يريد تسليم أيضا يعني هون ما له علاقة رئيس الجمهورية. هون رئيس الجمهورية إذا اعتذر رئيس سلام وراح لاستشارات نيابية وكلفه عبد الرحيم مراد أو فيصل كرامي أو عمر كرامي، ما بيقدر الرئيس يقول لا بس وقت يشكل حكومته نرجع نوع بالمشكلة نفسها تماما، نوع بالمشكلة نفسها حكومة من لون واحد. طبيعي ما. لذلك عم بقول خروج الرئيس سلام يضعنا في المأزق نفسه بشكل أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة. مش عم بقول إذا ظهر الرئيس سلام تنحل المشكلة، عم بقول منروح على مشكلة أسوأ، ساعتها ما عاد في حكومة بالمطلق، بيكون بيضل عنا وضعية الرئيس المكلف، لكن هذا الرئيس المكلف غير قادر على ممارسة صلاحيته كالرئيس الجمهورية غير قادر على ممارسة صلاحيته. لكن نحن أمام واقع يعني مغلق، نحن أمام ستاتيكو بكل معنى الكلمة. هلأ ما في حلول بس ما في فراغ. هلا فيك تكون بستاتيكو مريح، بس نحن بستاتيكو ما بعرف يعني كتير مسكر، يعني ما في عندك أمل تنتقل منه. لأن مثلا اليوم حتى يعني مصادر رئيس الحريري تقول إنه هذا الأفق السياسي مغلق، يعني لا يمكن اختراقه إلا من خلال انتظار مرحلة انتظار التطورات الدولية وتحديدا مؤتمر جنيف 2 ونتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الشيء الخطأ دائما عم نقول بدنا ننطر شيء من برا منه مستعجل مثل سرعتنا. كنت عم بقول بداية الحديث انه نحن ساعتنا اسرع من اي ساعة اخرى، اكثر اسرع من الساعة السورية ومن الساعة الإقليمية واسرع طبعا من الساعة الدولية، لانه نزاعاتنا الديناميزم تبعها بيركض ركض. فبالتالي اذا بدنا نضلنا نقول انه ناطرين جنيف 2، انا مين بيقول انه جنيف 2 اكيد بكانون الاول، وقد يقتضي ان ننتظر لكانون الثاني، وربما تصير في تفاعلات اذا المكنه العسكريه تتسارع في سوريا الان، هذا الامر يؤدي اكثر الى تاجيل جنيف 2 رغم المواقف المعلنه بانه الطرفين بدهم يروحوا عليه، بس لانه كل واحد بفضل يروح بمكاسب. يعني اذا المعارضه بدها تروح وهي تضعف أكثر فأكثر أو تخسر على الأرض،
فهذا الأمر بده يرجع يخليها تتحفظ عن الذهاب إلى هناك إلى هناك، لأنه الرئيس الأسد ربما عم بيربح أكثر على الأرض، بيصيروا شروطه على الطاولة أكثر تعقيدا، وما بيعود بيقدر يقولوا له بدك تفل، لا بده يصير هو عندما يربح أكثر في الجغرافيا بيصبح جزء من التسوية ما بعد مؤتمر جنيف، يعني مش بس بيقعد على الطاولة، ربما تكون له حصة بالمؤتمر لأنه هو أصبح يملك جغرافيا أوسع. والجغرافيا الأوسع بالعسكري بالتفسير العسكري تنعكس بالتفسير السياسي، يعني إلى ارتدادات وتداعيات سياسية، ما بيقدر يربح عسكريا وما يصرفها بالسياسي، بده يصرفها بالسياسي معناتها سيكون له دور في التسوية المرتقبة التي ستنبثق من مؤتمر جنيف. هذا الأمر الذي لا تريد المعارضة اليوم، بتقول أنه أنا بروح على جنيف، بس بدي أروح على جنيف كي يسقط الأسد، بس إذا عم بيربح، إذا بيستعيد كل ريف دمشق وربطوا بريف حمص اللي عم بيستعيده وبريف حما وعنده ريف الغربي كله سوا مع المدن الغربية، وصعد في اتجاه حلب، وما بعرف من هلأ لأسبوع أسبوعين كيف تنتهي حلب، إما بيكسب أو بيتراجع. فهذه المعطيات الميدانية يجب أن تصرف بالسياسة، لذلك ستتعزز قبل أن نصل إلى مؤتمر جنيف. إذا بدنا ننطر، أنا عم بقول فقط عم بنطر الموضوع السوري، إذا بدي أنطر كمان الحوار الغربي الإيراني والحوار الأمريكي الإيراني، وبدي أرجع أنطر أيضا الحوار السعودي الإيراني اللي هو جزء من تداعيات الحوار الغربي الأمريكي والغربي الغربي الإيراني، فمعناتها أنا بدي يكون وصلت لأدار وبعد محلي، وبالتالي بأدار بفوت ب 25 أدار بالمهلة الدستورية. مجلس النواب لا يملك بحسب الدستور أن يستقبل أي حكومة لمناقشة بيان الوزاري، أصبح بعد 25 أدار بعد يصبح المجلس في حال انعقاد، في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس، انتخاب رئيس ممنوع أن يتناول أي شيء آخر مجلس النواب منذ 25 أدار، الرئيس بري 24 أدار 23 أدار بده مجبور، طبعا أحكام الدستور بتقول له هالشي، أن يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد اعتبارا من 25 أدار لانتخاب الرئيس المقبل. فالمجلس يصبح في حال انعقاد، مش انعقاد دائم، يعني في حال انعقاد انتخابي، يصبح هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية، وبالتالي لا يستطيع أن يستقبل أي حكومة لمناقشة بيان الوزاري. إذا تألفت حكومة بدها تكون حكومة تصريف أعمال، ثم هذه الحكومة ما أن ينتخب رئيس إذا انتخب ترجع تقدم استقالته، يعني حكومة تصريف أعمال لا تمثل أمام مجلس النواب وتستقيل الفور إذا انتخب رئيس، وإذا ما انتخب رئيس بدها تظل حكومة تصريف أعمال في ظل الفراغ إلى أن ينتخب رئيس. بس هون بتكون ذهبت حكومة الرئيس مئاتي إذا افترضنا حكومة جديدة، بس إذا ما كان في حكومة جديدة وليست هناك مراسيم بها، حكومة الرئيس مئاتي ستستلم صلاحيات الرئاسة. نعم. طيب إذا وصلنا ل 25 أدار، من 25 أدار المجلس في أي يوم يجب أن يجتمع، والرئيس بري بال 2007 وجه 20 دعوة لانعقاد المجلس للاجتماع ومجتمع. لذلك أنا مش كتير هيك بشعر أنه بمحله كان موقف الدكتور سمير جعجع بالكلام اللي عم بيقوله في اليومين الأخيرين وأقله أكثر من مرة، أنه المجلس يجتمع حكما في اليوم العاشر للانعقاد. صحيح هيدي الآلية الدستورية بتقول هالشيء، المادة 73 أنه في الأيام العشرة السابقة لنهاية ولاية الرئيس يجتمع المجلس حكما، بس إذا ما جمعت له نصاب ما بيجتمع. ما بيقدر تجمعه للمجلس بأي نصاب. الدستور يتحدث عن انعقاد المجلس الحكمي من دون دعوة رئيسه، وليس بأي نصاب قانوني. ساعتها ممكن تنطرح قصة النصاب، يعني لا، ما النصاب يعني بيقدر يطرحه النص زائد واحد، يعني لأنه هو ذاته النصاب. هو ذاته النصاب، النصاب هو نفسه منذ بدء المهلة الدستورية التي هي شهرين على الأكثر وشهر على الأقل قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية. المادة 73 واضحة وجلية تماما. هذا النصاب، الجلسة تنعقد بين 25 أدار حتى اليوم العاشر الذي يسبق نهاية، يعني حتى 15 أيار لا يمكن أن ينعقد المجلس إلا بدعوة من رئيسه. هذه الصلاحية بعد القوية التي يملكها رئيس المجلس. آخر عشرة أيام يجتمع حكما بدون دعوة رئيسه. أي وقت بيشرفوا النواب بيقعدوا، لما بيكتمل نصابهم بينتخبوا. ها ما إلى علاقة بالمادة 49 اللي بتقول أنه نصاب الرئيس هو التلتين في الدورة الأولى، هو نصاب الرئيس دائما التلتين. ليه ما العلاقة؟ ما عم تقول وقتا يكتمل نصابهم بينتخبوا،
إيه بده يكتمل نصاب التلتين لأنه مادة إيه النصاب يتحدث عنها المادة 49 نرجع نفوت بجدل حول لا بدنا نفوت فيه حول النصاب أساسا يعني بيشروا فيه أساسا بيشروا فيه لهذا الجدل من الآن ما حدا نتعلم أنه ما رح نقدر ننتخب رئيس إلا بالتلتين بيقدروا اثنين تنهددوا في بثمانية أدار هددوا باستخدام النصاب النصف زائد واحد وهن بيعرفوا انه عملوا معركة ايه بس مشكلة نفس الرأي يعني طبعا هلأ أنا عم بحكي بعض في ثمانية أدار مثلا نائب سامي فرنجية قال بالنصف زائد واحد العماد عون لا ما 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 لا لا ما أنا مش عم بقول بقول بعض ثمانية أدار ومشكلة 14 أدار نحن بنتذكر هذه الفترة الماضية مثلا الدكتور بهيش طبارة اللي كان هو جزء من تلك ذلك المناخ نائب بطرس حارب نفسه رفض محمد الصفدي الوزير محمد الصفدي رفضوا الانتخاب بالنصف زائد واحد حتى اللي بثمانية أدار عم بيقولوا بيهددوا بالنصف زائد واحد واللي بعضهم بأربعتاعش أدار عم بيهددوا بالنصف زائد واحد اثنيناتهم بيعرفوا أنه لا يمكن من رابع المستحيلات انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد وما عاد حدا مثل ما نحن اليوم لا نشبه وضعنا بال2005 رح أعطي نموذج بال2005 أشيع وقيل الكثير وكان في سوء تفسير لهذا الكلام أنه النائب نسيب لحود النائب الراحل نسيب لحود كان موافق أنه ينتخب بالنصف زائد واحد واللي أشاع هذا المناخ كتير ناس بقوة 14 أذار أنه ننتخب نسيب لحود لأنه بطرس حرب لا يوافق على هذه على هذا المخرج وننتخب النائب نسيب لحود بالنصف زائد واحد بيعترفوا فيه كل دول العالم باستثناء سوريا وإيران وبالتالي من فينيسيا بيقدر يحكم لبنان من فينيسيا طبعا مش هيك مش هيدا كان رأيه للأستاذ نسيب فيما مضى ولا كانت حقيقة الأمر كذلك بس أشيع وانشغل عليا انغزل عليا كتير ب 14 أذار اكتشفنا فيما بعد أنه لا ما فينا ننتخب الرئيس في بنصف زائد واحد والأمريكان ما شجعوا ما بدي أحكي عن بكركي الأمريكان أساسا لم يشجعوا على هذا الأمر فيما بعد اليوم هل نحن في ظروف تشبه هل كل الكرة الأرضية والمجتمع الدولي مع 14 أذار لوحدة كي يشجع اليوم على النصف زائد واحد لا. كما شجع البعض منهم على هذا الأمر مع العلم أنه حتى لا الفرنسي كتير شجع الأمريكي أبدا ما شجع أكيد المجتمع الدولي اليوم منه مهتم بلبنان بما كان عليه بين 2005 و2008 كي يغامر مع 14 أذار بالنصف زائد واحد بالعكس عم بيقولوا روحوا لموا بعض كن ألف حكومة بالطريقة أو آخر موقف أمريكي كنا عم نحكي أنه حكومة يكون حتى حزب الله يكون مشارك فيها إذن لا تماني فيها تجيب تعمل رئيس بالنصف زائد واحد ولا 14 بيقدر يعمل رئيس بالنصف زائد واحد اثنيناتهم بحاجة للتلتين اليوم العاشر هو اليوم فقط محصورة صلاحية أو نطاق صلاحية اليوم العاشر الذي يسبق انتخاب الرئيس هو فقط لالتئام المجلس من دون دعوة رئيسه قبل 15 أيار لا يمكن أن يجتمع المجلس من 25 أدار ل 15 أيار لا يمكن أن يجتمع المجلس إلا بدعوة من رئيسه وهيدي أهم صلاحية بيملكها رئيس المجلس وتكاد تكون الصلاحية الوحيدة اللي بيملكها بالدستور اللبناني هو الذي يلعب هذا الدور بين 25 و 15 أما النصاب فسواء اجتمع في اليوم العاشر أو في أي يوم من اليوم العاشر أو اجتمع في أي يوم من الشهرين السابقين لا يستطيع إلا أن يجتمع وفق منطوق مادة أخرى التي هي المادة 49 اللي بتقول النصاب بالتلتين في الدورة الأولى هو نصاب الالتئام دائما التلتين نصاب الانتخاب في الدورة الأولى التلتين وفي الدورة الثانية النصف زائد واحد بالنسبة للنائب سليمان فرنجية وهو بيعرف كمان النائب سليمان فرنجية أنه جده الله يرحمه الرئيس سليمان فرنجية انتخب بنصاب كامل للمجلس 99 مش 66 كان البرلمان آنذاك 99 نائب كانوا في القاعة 99 وكمان بيعرف انه السابقة التي لم تتكرر منذ ذلك الوقت انه جده انتخب بالدورة الثالثة مش بالدورة الثانية نعم. عادة هو منطق بيقول في دورتين نعم. دورة أولى بالتلتين الأصوات دورة الثانية بالأكثرية المطلقة الرئيس سليمان فرنجية انتخب بالدورة الثالثة لأنه لعب لعب العميد ريمو إدي سقط ورقتين ورقته اللي بيقتر علي أنا ذاك أصام شقفتين طلعوا ورقتين وسقطهم بفرد وقت ورقتين فلما الرئيس صبر حميد عم بيحتسب الأصوات طلع في 100 ورقة وفي 99 نائب أنا ذاك اشتال على أنه سيد عقل صوت للرئيس سركيس ما صوت للرئيس فرنجية وهني كانوا الحلف الثلاثي مع الوسط
مع تكتل الوسط مع جوزيف سكيف نوابه، لأنه جوزيف سكيف ما كان نايب وقتها، كان سقط بانتخابات 68، فاتفقوا على ترشيح الرئيس سليمان فرنجي، فاشتل على أحد نواب كتلته ريمو قدي أنه عم بيسقط ورقتين. فلما عدون الرئيس صائب سليم طلعوا 100 ورقة، ألغى الاقتراع الثاني، رحنا على الاقتراع الثالث، العميد ريمو قدي مسك له ورقة بإيده مسك له إياها وسقط له إياها بإيده، هو كتب بإيده سليمان فرنجية، وفاز الرئيس سليمان فرنجية أنذاك بفارق صوت واحد 49-50، مع أنه بالدورة الأولى كانت الأرجحية للرئيس ساركيس. ليش عم بتذكر يعني؟ عم بذكر هيك لأقول أنه ما كان فقط التلتين بانتخاب الرئيس سليمان فرنجية، كان المجلس النيابي كاملاً 99 نائب. وحبيت هيك أعمل هيك استطراد على الدورة الثالثة، لأنه ولا مرة عاملين بحياتنا النيابية ثلاث مرات ننتخب الرئيس، طبيعي أنه أول مرة وتاني مرة ما في، يا تلتين يا أكثرية مطلقة، نص الرؤساء بالتلتين والنص التاني بالأكثرية المطلقة، بس أنه نعمل دورة تالتة ها جزء من مفارقات اللعبة اللبنانية ولعبة الديمقراطية بالحياة اللبنانية، أنه الكل لازم يروحوا على انتخاب الرئيس وجوا بيتفقوا إذا بيدعموا مرشح أو ما بيدعموا، بس ما بياخدوا القرار الكل أنه لا نصنا ما بيروح أو ما بتروح طائفة منعطل للانتخابات. نعم. لا يجوز هذا الأمر. وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة وما يعني هلأ، لأنه يعني رغم أنه الرئيس رئيس الجمهورية يردد ويردد ويردد أنه لا يعني لا يؤيد التمديد أو يؤيد أي تمديد في أي موقع، يعني وقال أنه اللي طعن بالتمديد لمجلس النواب بده يمد لحل، إلا أنه يعني كل يوم بنقرأ عن هالموضوع وكل يوم بنقرأ أنه بنهاية المطاف قد يكون أنه رئيس الجمهورية يعمل على هذا على لك موضوع التمديد. ايه التمديد بعد الفصل. ايه بتحكي يعني. بتحكيك ونتابع مع سيزن ونصيف بموضوع تمديد، شو يعني انه ممكن نوصل يعني لان ينطرح التمديد حتى لو كان رئيس الجمهورية لا يرغب في ذلك او لا يريد ذلك، وهل يعني فعلا لا يريد ذلك برأيك؟ شو قاعد شوية دماغه للرئيس يعني نحكم على المواقف المعلنة انه لا يريد ولا يوافق، واعطى حجة مقنعة ومنطقية الرئيس انه هو الرئيس الذي رفض التمديد لمجلس البطريرك الراعي يعني على هذا يعني الرئيس الذي وافق على رفض التمديد لمجلس نواب لا يمكن ان يوافق على التمديد لنفسه، هيدي قالة. بس انا هون بتحدث عن جانبين في هذا الامر، اولا الجانب الاول اذا كان الرئيس بده التمديد وموازين القوى والحسابات الإقليمية والدولية ما بتسمح له بالتمديد لن يمدد له، وإذا كان هو لا يريد التمديد وموازين القوى والحسابات الإقليمية والدولية تريد التمديد له فسيمدد له. فبالتالي لا هو إذا قال ما بدي معناته لا يمدد له، ولا إذا قال بدي مدد معناته سيمدد له. هيدي حسابات الحكي عنها هلأ كتير بكير، وكل واحد عم بيحكي بانتخابات الرئاسة سواء بيقول أنا مرشح يعني أو أنا كل اللي عم يتهموه أنه هو يسعى إلى ذلك يعني منه بإيده، هو عليه لا منه بإيده الموضوع لا طبعا عليه أن يسجل موقف رئيس الجمهورية بكل بساطة، يجب أن يقول رأيه في هذا الأمر، لا يستطيع أن لا يقول رأيه، مثل ما بموضوع الحكومة مثل موضوع الحوار مثل إعلان بعبدة ما ممكن ما يكون له رأي، عليه أن يقول رأيه ويترك الأمور لمسارة الأمور في مسارة. يعني كل واحد اليوم بيقول أنا مرشح أو مش مرشح، أو أنا بدي أفرض هذا النصاب أو بدي أفرض نصاب آخر، أو أنا بدي أدعم هذا المرشح أو ذاك، أو بدي أنا بحدد مواصفات الرئيس المقبل، عم بيتسلى إن كان مدني أو عسكري، إن كان عنده طموحات صغيرة أو طموحات كبيرة، كل واحد عم بيحط حاله من الآن داخل ملعب الاستحقاق الرئاسي عم بيتسلى، لأنه موضوع الاستحقاق الرئاسي مش بإيد اللبنانيين وحدهم، ولا مرة كان بإيدنا، وفي السنوات الماضية أكثر بكثير في كتير أطراف مش بس بالداخل من الخارج معنية بهذا الاستحقاق بالرئيس بمواصفاته، وفي أطراف داخليين معنيين. يعني نحن لو ما صار 7 أيار ما انتخبنا الرئيس، ويمكن كان قاعد الفراغ الرئاسي أطول بكثير، مش معناته أنه لازم دايما نعمل مدبحة أو حرب سنية شيعية أو حرب أهلية لنجيب رئيس، بس في موازين وقتها كمان كان في مثل ما في موازين قوى هي بتتحكم، كان في أصدقاء يعني ساعدوا طبعا في أصدقاء، هذا جانب أول. في جانب آخر، ولا مرة رئيس بيقول انه هو بده التمديد، في عنا 3 حالات في هذا الامر،
يعني بتحفظ بشير لهالنقطة. في عنا ثلاث حالات. في حالة أولا الشيخ بشارة الذي مدد له أو مدد له مدد لنفسي إذا شئتي بالتوافق مع الرئيس رياض الصلح كرئيس حكومي، اعترف أنه هو قال بمذكراته أنا لست ملاكا كي لا أوافق على البقاء في الرئاسة، قال اعترف فيها. فبالتالي هو رحب بالتمديد لنفسه في هذا الأمر، بس في وقت لاحق، يعني لما وضع مذكراته قبل وفاة الشيخ بشارة بال64، عندما وضع مذكراته حقائق لبنانية كتب هذا الأمر. بس أنا ذاك سنة 48 عندما ممدد له كان عم بيقولها إرادة مجلس النواب وإرادة الحكومة اللي هي تولت هذا الأمر. هذه حالة أولى، أنه واحد قال أنه أنا مني ملك حتى أرفض هيك عرض. في حالة تاني هو الرئيس فؤاد شهاب اللي رفض التمديد بكل معنى الكلمة ومضى فيه تجديد ولايته ومضى فيه إلى النهاية وفعلا رفض هذا. في حالة تالتة اللي هي حالة الرئيسين الياس الهراوي والرئيس إميل لحود اللي قال أنه هني لا يريدان التمديد في مرحلة ما قبل نهاية الولاية. وفي حصيلة الأمر فعلا كانت مناخ السوري يدفع في اتجاه هذا الأمر وحرك مجلس النواب الكتل النيابية بسرعة قياسية فذهبوا جميعا إلى التمديد. فبالتالي عنا ثلاث حالات، ما ممكن تكون حالة الرئيس سليمان تختلف عنون، يعني بيقدر يقول أنا ما بدي مدد وتجي ظروف تمدد له، وبيقدر يقول أنا بدي مدد وأنا مني ملاك حتى أرفض هذا العرض، وبيقدر يقول شو ما كانت الاعتبارات أنا سأرفض التمديد. يعني بيقدر يكون على صورة فؤاد بشارة الخوري أو فؤاد الشاب أو على صورة الياس الهراوي أو ميشيل سليمان أو إميل لحود. فبالتالي هذا الخيار متروك لطبيعة المرحلة اللي منوصل لها وبكير عليها. يعني مش بس ندخل في المهلة الدستورية ببلش الاستحقاق، بتبلش المهلة لتحريك الاستحقاق. عادة بناخد وقت طويل، يعني نوصل للشهر الثاني وحتى الأسابيع الأخيرة من الشهر الثاني. بس لماذا استهداف رئيس سليمان عبر هذا الموضوع، عبر موضوع التمديد بهذا الشكل؟ يعني هو تعبير من الآن على موقف القوى السياسية اللي ما ممكن ما تقبل بالتمديد. أنا برجع بقول اللي عم بيطرح التمديد سواء عن حس النية للرئيس ميشيل سليمان أو عن سوء نية للرئيس ميشيل سليمان عم بيتسلى، وبالتالي عم بيستعمل وراء بكير بعد تعطي نتيجة. يعني اللي مع الرئيس سليمان ويشجع التمديد له بكير على أن يحسم في هذا الأمر، لأنه مش أكيد بيقدر يوصل لهذا الخيار، واللي ضده مش أكيد أيضا. التمديد يحتاج كالانتخاب إلى 86 نائب. يعني لما بدنا ننتخب رئيس جديد يجب في الدورة الأولى أن يكون هناك 86 نائبا مجتمعا في المجلس. وعندما نريد تعديل الدستور للتمديد للرئيس، لأنه نحن إذا بدنا نرجع ننتخب رئيس سليمان أو نمدد له أيا تكون الصيغة، يعني إما على طريقة الشيخ بشارة بانتخابه مجددا في مجلس النواب وينزل مجددا إلى البرلمان ويلقي خطاب كما لقوا أنه ينتخب لأول مرة، أو مثل إميل لحود والياس الهراوي تستمر ولاية رئيس الجمهورية ثلاث سنوات أخرى وكذا. بالحالتين بدنا 86 نائب. إذا كانت طبيعة الاشتباك الداخلي بيسمح أنه نجيب 86 نائب يروح على المجلس، فبيكون أمامهم أحد الخيارين، إما تعديل الدستور لبقاء الرئيس سليمان أو انتخاب رئيس آخر. نحن بحاجة بالحالتين ل 86، ما في حال أهين من حال. يعني بيكون في حالة توافق سياسي يعني. تماما، ما هن التوافق بيتحلل بالحالتين، يعني التوافق بيتوافر بانتخاب رئيس جديد وبيتوافق بتجديد انتخاب الرئيس الحالي. بالحالتين بدنا 86، يعني ما في حال أهين من حال. مش أنه مش قادرين ننتخب رئيس فينا نمدد للرئيس سليمان، ولا لأنه ما عم نقدر ننتخب رئيس مددنا للرئيس سليمان. بالحالتين نحتاج إلى 86. ما في طرف بيقدر يأتي ب 86 لوحده، لا 8 ولا 14. وبالتالي 8 و 14 بخلطة معينة بدون يتفقوا، بده يكون في نوع من التوافق، بده يكون نوع من موازين القوى الخارجية تساعد على هذا التوافق تماما، كما حصل مع انتخاب الرئيس سليمان في الدوحة. مش قبل. قبل انتخاب سليمان الرئيس سليمان قعد 6 أشهر نحن قعدنا بفراغ وهو مرشح توافقي. 14 بدي إياه و8 ما بدي إياه. حتى وصلنا للتسوية فطرح مرشح توافقي أقر في تسوية رعاة الدوحة لأول مرة بتاريخ التسويات
يسمى رئيس جمهورية أنه هو قبل انتخابه أنه هو الرئيس الذي سينتخب. إذن حتى نروح لنمدد أو لننتخب رئيس جديد بدنا نأمن 86. 86 كيف بدنا نستثمرهم؟ يعني هل بدنا نستثمرهم لبقاء الرئيس الحالي أم بدنا نستثمرهم لانتخاب رئيس الجديد؟ موازين القوى المحلية مع الحسابات الإقليمية والداخلية والتورط شقف من السوري وشوي من الإيراني ومن السعودي ومن الفرنسي اللي عادة بيلعب دور حمامة السلام، يعني هالدور شوي كمان دور كاريكاتوري لأنه يعني بيكتشف أنه عم بيضحكوا عليه كل الأطراف وبالآخر بيحاول يلعب لعبة بتبين فشلة وقدر ورط البترك سفير مرتين بليحتين، بمرة الأمريكي روط ومرة الفرنسي أنه يقدم لائحة مرشحين، وبتبين الأمر أنه حتى البطريركية المارونية لا تملك أن تسمي الرئيس، حتى لا تملك أن تسمي الرئيس. هون بدي أسألك يعني عن دور المسيحي اليوم بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية اللي هو الموقع الماروني يعني بالسلطة، وبالتالي يعني قديش ممكن اليوم تكون القوى المسيحية ومع بكركي مؤثرة وضاغطة في هالاتجاه؟ أنا ما بظن هيك، لأنه الخيار انتخاب الرئيس منه خيار مسيحي، هو رئيس مسيحي أو ماروني بس ما أنه خيار مسيحي. ما عم بحكي كم ماروني مرشح لهذا الأمر وكم ماروني قطب حاطت حاله على لائحة الانتظار كي يرى الظروف الإقليمية أو الظروف المحلية تساعد على انتخابه. هني بيعرفوا مع أنه حاولوا يفوتوا البطريرك صفير بهاللعبة يعني إيه لا ورطوا للبطريرك صفير ورطوه مرتين أي. أول مرة الأمريكيين ورطوا فيها بريتشارد ميرفي بوضع لائحة، والتاني مرة ورطوا ريتشارد ميرفي أو جون كيلي ريتشارد مورفي ورطوه فيه أول مرة، وتاني مرة جان كلود كوسران وبرنار كوشنير لما إجوا بال2007 كمان، رغم أنه أنا قالوا أنه أنا تعلمت من المرة الماضية وغير ولا أشجع ولم يؤخذ برأيي لا. كمان عامل لائحة من خمسة ولم يؤخذ برأيه كذلك هذا الأمر. فبالتالي اليوم القرار منه عند المسيحي، اليوم المسيحيين شقف منهم بثمانية وشقف منهم بأربعتاش. التسوية كما كانت في الدوحة، الدوحة ما كانت تسوية مسيحية إسلامية، إذا حدا اعتقد بيكون يعني تقييمه خطأ أو تقديره خطأ لما حصل في الدوحة. تسوية الدوحة ليست مسيحية إسلامية لأنه النزاع لم يكن مسيحي إسلامي، كانت تسوية سنية شيعية. منذ اتفاق الدوحة نحن واقعين تحت تقل ميزان قوى سني شيعي في البلد، يعني إذا الشيعة ما بيوافقوا على تركيبة الحكومة ما بتتألف، ما بكفي يكون رئيس الحكومة سني، يجب أن يحصل توافق سني شيعي على هذا الأمر. إذا الطرفين ما وافقوا على الذهاب إلى طاولة الحوار ما بتنعقد طاولة الحوار لأنه نحن في موازين قوى سني شيعي. إذا أعلان بعبدة ما أيدوا الطرفين لا ينفذ ولا يطبق أعلان بعبدة، الأمر ذاته بدنا نسحبه بكرة على انتخابات الرئاسي. إذا الطرفين السني والشيعي ما توافقوا على الرئيس المكلف وأعطوا بعضهم ضمانات ما لن ينتخب رئيس، مش المسيحية بنقه إلا لكن المسيحي بيقدر يلعب دور الفيتو أو دور الاعتراض. هذا دور الاعتراض إذا دعم حليفه المسلم بينجح، يعني إذا ميشيل عون قال أنا لن أشارك في الانتخابات وكانت مصالح حزب الله والرئيس بري تلائم هذا الموقف بيقاطعوا معه ما بتحصل انتخابات الرئاسة. الأمر ذاته بالنسبة للرئيس أمين جميل أو نائب بطرس حرب أو سمير جعجع، إذا موقف الطرف السني وراءهم تيار المستقبل ودعم وجهة نظرهم وقال أنا كسني لن أذهب إلى الجلسة مش أنتوا كمسيحيين لم تذهبوا، إذا ذهبوا المسيحيين أو ما ذهبوا وراح السني والشيعي خلص بتصير الانتخابات الرئاسية، بس إذا السني ما راح أو الشيعي ما راح ما بتصير انتخابات رئاسية، وشفناها بال2007 إنه ما عم نحكي مش عم نبصر لمستقبل. مش ممكن يعني نوصل أمام مرحلة إنه المسيحيين كلهم ما يروحوا يعني ولا ما رح نوصل وما رح يتفقوا المسيحيين على مرشح، يعني ولا مرة بحياتنا بانتخاب الرئيس الشهاب كانوا المسيحيين متفقين وترشح ضده ريمون قدي. انتخابات سليمان فرنجي كان واحد مرشح ما كان في مرشحين شهابي ووسطي وحلفي اتسترا. بأي انتخابات رئاسية يمكن نادرا فقط مع رئيس أمين جميل كان في إجماع، مع رئيس كميل شمعون كان في إجماع، مع شيخ بشارة كان في إجماع، يمكن مع شار الحلو، بس اليساركيس ما كان في إجماع، كان اليساركيس مرشح وريمو قدي مرشح بال76. كذلك الأمر مع رئيس الياس الهراوي وأيضا مع الرئيس روني معوض كان في مرشحين آخرين، كان في مرشحين آخرين للرئاسة. لذلك ولا مرة المسيحية أو قليلة هي المرات التي يذهبون
وهلا أسوأ، يعني هلا باكثر تعقيد اكثر صعوبه انهم يروحوا بالاتفاق على مرشح واحد. اللعبه ليست ان يتفق المسيحيون على مرشح واحد لانه لن يتفقوا، اللعبه الحقيقيه انه هل تتعارض مصالح الحلفاء المسيحيين لكل من 8 و14 مع الطرف السني او الشيعي او تتلاقى. التسوية بالاخر هي تسوية سنية شيعية، اذا ذهبوا السني والشيعي الى جلسة انتخاب الرئيس اكتملوا 86، بس اذا لم يذهب احدهما اكيد ما في جلسة. برجع بقول انا بس بدي اشير الى انه عم نشوف بالصورة يعني صورة مباشرة من فينيسيا حيث في مؤتمر منتدى بعبدة تحت عنوان يعني اعلان بعبدة اعلان بعبدة. نعم يعني عم نشوف الصورة مباشرة برعاية وحضور رئيس الجمهورية، وشفنا أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي. هون لا مش نقلين هون مش نقلين، افتكرت نقلين وين بدنا نكفي وين هربين لا أنا مش هربين بس إنه بركي في بس مباشرة. يعني هون كمان بدنا نحكي شوي، بارح تم تسليط كمان الضوء على ما قيل في بكركي يعني من كلام بطريرك راي وحتى رئيس ليمين، ورئيس ليمين خصوصا يعني لعدم الاعتماد يعني دعا المسيحيين وضع المسيحي لعدم الاعتماد على الحمايات الأجنبية الوهمية الأنظمة المتصدرة، عدم ركون إلى فكرة تحالف الأقليات. في يعني مصادر اليوم مواكبة لخلوة الراعي سليمان تقول أنه الرئيس ليمان حدد خلال هذه الخلوة إطار العمل والتطبيق لإرشاد الرسول، ويكون تاليا قد أعلن أننا المسيحيين في لبنان، طالما عم نحكي عن دور المسيحي، خطا سياسيا واضحا وجديدا مختلفا عما سلكه زعماء المسيحيون يستوجب العمل الجماعي الانطلاق به نحو التطبيق، ورئيس جمهورية طرح نفسه كرئيس حربي لهذا الفكر المسيحي الجديد. هل في مكان لفكر مسيحي جديد اليوم برأيك؟ ما في مكان بالتحديد لفكر وسطي، يعني مش لفكر كمان مسيحي. يعتمد هون نرجع بنحكي عن على اعلان بعبدة يعني اللي هو يعني يدعو الى معرف تحييد لبنان عن ال لا موضوع اعلان بعبدة شان اخر، يمكن موضوع يعني يوم بعد يوم عم بيبين انه رغم اهميته وضرورته والحاجة له انه غير قابل للتطبيق، لانه حسابات الاطراف مختلفة. يعني مثل ما قال في احد احاديث الرئيس نبيه بري انه كل الاطراف تورطوا بحرب سورية، في منهم ماسك بارودة كبيرة ومنهم ماسك بارودة صغيرة، بس كل واحد ماسك بارودة. يعني يصح هذا الامر على حزب الله الذي يقاتل بقد وقديد زبدي ببارود كبير، وتيار المستقبل الذي يقاتل ببارود صغيرة، وبالتالي جزء من الاشتباك الداخلي هو حول من يدعم النظام ومناقض ضد النظام، بمعزل عن من يتدخل أو لا يتدخل. يعني حتى على الموقف من النظام عامل إشكالية أساسية. فبالتالي أعلان بعبدة ما بعرف إلى أي مدى ممكن تنتهي ولاية الرئيس ويكون قادر حقق إنجاز، هو بينظر على هذا الأمر إنجاز. بس إذا بدنا نحكي عن وجود عن دور مسيحي وسطي، ما أنا أحاول أن أبحث أين هم المسيحيين الوسطيين كي أمنحهم دورا يستطيعون أن يلعبوه بين مسيحية 8 ومسيحية 14. ما في فريق مسيحي بالوسط. الفريق المسيحي الذي يقف بالوسط يصبح عرضة لإطلاق النار عليه من أحد الطرفين وأحيانا من الطرفين. هذه هي حال البترك الراعي بالذات. فيما مضى اعتبر البترك صفير هو جزء من 14 بتفكيره وعقله، من هو عقله سباق وأبعد بكتير من 14 وسبقهم قبل ما يتكونوا 14، لكن حاولوا 14 يجيروا صوت وحضور البترك سفير إلى أنه جزء منهم، هو أكبر منهم بكتير. تسبب هذا الأمر إلى خلاف وعداء بين 8 والبطريرك سفير. حاول البترك الراعي في بداية ولايته أنه يبين مختلف، صاروا يحسبوا إما مرة على 8 ومرة على 14، وكل مرة كان عنده مجموعة مواقف شوي أحيانا غير متطابقة. كان ينظر لكل موقف بحسب توقيته وبحسب الرسالة التي يتوخى إرسالها من خلاله، فأطلق النار عليه. وعندما رعى محاولة وضع قانون جديد للانتخاب بالآخر مثلوا الطرفين على أنهم هن متضامنين مع بكركي، بعدين كل طرف راح إلى ربعه أو إلى أطيعه، أي إما إلى 8 إما إلى 14، إلى مصالح 8 ومصالح 14. لذلك اليوم ما في طرف مسيحي وسطي من أجل إعطائه دور. في أطراف مسيحيين متورطين كل واحد بموقع ومبسوطين بمواقعهم وعم بيستفيدوا إما بالمال أو بالمكاسب
أو بالمناصب، وكل طرف بيعرف أنه ما بيقدر ياخد حجمه النيابي إلا من خلال الطرف الإسلامي الذي يدعمه أو الاستفاف الإسلامي الذي يدعمه، ولا يستطيع أن ينال حصة حكومية إلا من ذلك، وربما بيعتقد، وهذا وهم أساسي، أنه ربما يصل إلى الرئاسة من خلال هذا الفريق، أنه يوما ما بتنقلب موازين القوى ساعة السنة بيقدر يجيب رئيس أو الشيعي بيجيب رئيس، لا السنة لحاله بيجيب رئيس ولا الشيعي بيجيب رئيس. إذن الصورة التي يريد أن يطرحها الرئيس أو التي وضع نفسه بها من بداية العهد حتى اليوم هي كصورة رئيس توافقي وسطي، أثبتت يعني ما أعطت نتيجة إيجابية كما يجب، مش لأنه الرئيس قصر، هو حاول، بس لأنه موازين القوى ما بتسمح له، لا تسمح له بأن يكون لا مع 8 لا يكون مع 8 ولا مع 14 بفترة من الفترات. مثلا في مرحلة الاتصال المستمر والأسبوعي بين الرئيس سليمان والرئيس الأسد، كان يعتبر الرئيس سليمان 8 أدار، وبمواقفه دائما المدافع عن المقاومة، عن سلاح المقاومة، ودائما تأييد التلاحم بين الجيش والمقاومة باستمرار، كان يعتبر أنه جزء من 8، فكانت 2 و 14. فيما بعد لما أخذ مواقف أخرى بإعلان بعبدة، بتحفظه عن تورط الحزب حزب الله بالصراع في سوريا، ببضعة مواقف، بموقفه عن حكومة حيادية، حكومة لا تشبه حكومة الرئيس مئاتي، بلشوا يتهموه هو صار مع 14. فبالتالي لا مع 14 بخير ولا مع 8 بخير، وهذا أمر دليل أنه 8 و 14 ما بدهم حدا بالوسط. حتى اليوم وليد جنبلاط منه بالوسط، وليد جنبلاط لو بالوسط كان قادر يعمل توازن، منه قادر يعمل توازن، بحط إجر هون وبحط إجر هونيك، هيدا مش توازن، هيدا بيعمله دوخان. فهو بدوخ بهذا الأمر، لذلك مضطر يوما أن يعطي هذا الفريق موقف ويوما ذلك الفريق، ما قادر يكون فاصل بين اثنين لخلطه. يعني هو لازم يوسعهم عن بعضهم ويقدر يعمل خلطة تالتة منهم. هاي هي الهدف من الوسطية اللي حكي عنها بالزمان منتدى الرئيس نجيب ميقاتي عن الوسطية، واشتغل على رئيس لماس ومن نائب ولي جملة. ما في محل للوسطية بموازين القوى على الأرض، ومع اقتراب الرئاسي حنكتشفها أكثر. نحن حلقتنا انتهت سيزن أولى، أنا بدي أشكرك لحضورك. كترت الحكي عليك كتير. لا بالعكس، نجبنك تتحكي. شكرا لك، شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا، وإلى اللقاء.